طب ولو حد يا فندم، لو في مواطن او حد كان ماشي في احد شوارع القاهرة وشاف يعني تراكمات 100، اتفضل الرقم 152-64. وحضرتك الرقم ده الخط الساخن للهيئة 152-64، مش مخصوص بالنظافة بس، لا ده نظافة والتجميل والإنارة. عظيم. احنا بنستقبل كل الشكاوي. لو عمود واحد مطفي، المواطن يبلغنا في 152-64 فورا هنصلحه. لو شجرة عايزة تتألم، لو في مكان اخضر اهمل، تمام، يبلغنا في 152-64 فورا فورا. هنكون متواجدين. رقم تاني يا فندم بعد اذنك. 152-64. طبعا بنشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر، اللواء ايهاب الشرشابي رئيس الهيئه العامه لنظافه وتجميل القاهره. بنشكرك يا فندم على كل هذه الايضاحات والمعلومات.